عايز اروح حضراتكم الى ايضا هذا يعني مش عارف اسميها ايه في الحقيقه، يعني ما يحدث الان. تابعت من امبارح لحد النهارده بعض القنوات العربيه، بجد والله تحس انها قنوات صهيونيه. حتى الذباب الالكتروني واللجان الالكترونيه على السوشيال ميديا لبعض الدول في المنطقه العربيه بتطعن في الهدنه الانسانيه كما لو كانت صوت اسرائيل. انما المفجع والحقيقه بيسموه ايه؟ الحاجه الفاقعه قوي هي ما تفعله القناه العربيه الان، وكانها فعلا قناه عبريه حقيقيه زي ما بيسميها كل مشاهدين المنطقه العربيه. حرصها الكامل على تبني الصوت الاسرائيلي وصوت العدوان الاسرائيلي، ودايما يعني سمعنا كثيرا جدا جدا أسوأ الاشياء في الاعلام، اتتبنى صوت غيرك، كن صوتك انت. انما ايه ان انت دلوقتي كل ما تنقله عن جيش الاحتلال، كل الروايات الاسرائيليه تنقلها وتؤكدها على شاشاتك بالاحتلال. النهارده واحد من الحقيقه من المشاهد خلونا نشوفها لمسؤول فلسطيني بينفعل وينسحب من لقاء تلفزيوني على قناة العربية برضو الاستفزاز والإزعاج والإلحاح والتكرار الغير طبيعي على أنه لا علاقة للسلطة بما يجرى بين حماس وإسرائيل. نشوف نبيل أبرودينا وكيف كان هذا الاستفزاز من قناة العربية ونرجع تاني. أنا استمعت إلى مقابلة لك شخصيا أستاذ نبيل أبوردينا، يمكن إذا كان هذا الكلام مثلا متسرعا أو غير دقيق أن تنفيه أو أن يعني تتراجع عنه، لأنه نقل عنك وهناك فيديوهات تتناقل عما قلته يعني حضرتك فيما يتعلق بحماس أنها خرجت عن الشرعية عبر انقلاب، وأن ما يجري بين حماس وإسرائيل لا علاقة لنا به. يعني كل من يطرح هذه الأسئلة الآن لا يخدم الشعب الفلسطيني، وأقول لك ليس هذه معركة فتح وحماس وليس معركة الفصائل الفلسطينية، هذه معركة الشعب الفلسطيني مع الاحتلال ومع الجيش الإسرائيلي ومع الإدارة الأمريكية وعملائها في المنطقة الذين يريدون بث الأقاويل والإشاعات والتحريض على القيادة الفلسطينية. لا كان مؤتمرا صحفيا، تحدثت مع 20 وسيلة إعلام في المنطقة، تحدثت مع عدة وكالات، وما نقلته هذه الصحيفة التي أنت يبدو ناطق باسمها، هذا الكلام لا يجوز منك ولا من العربية. أرجوك أن تنهي هذه المقابلة. في مقابلة خاصة لك أستاذ نبيل أبوردينا. أستاذ نبيل أبوردينا، زي ما توقعنا يعني الآن المفروض أن الإعلام العربي كله بكافة وسائله يساند ويدعم القضية الفلسطينية، يساند ويدعم المقاومة الفلسطينية، يدافع عن حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال، يدافع عن حق المدنيين المسالمين المحاصرين في غزة الآن أن يبقوا أحياء ولا يتعرضون لهذه الإبادة الجماعية. أقل درجات المروءة الإعلامية والضمير الإعلامي العربي وميثاق الشرف الأخلاقي العربي إن أنت الآن تنحاز بطبيعتك بكينونتك العربية والإسلامية إلى قضيتك الفلسطينية، خاصة أنها قضية شرف وانها قضية حق. انت لا تدعم ولا تساند باطل، ده انت بتساند النهاردة قضية حق وشرف مشروع النهاردة. انما الاعلام حقيقة الاماراتي وخص منه الاعلام العربية، طبعا الاعلام العربية قضت سنوات طوال في دبي وفي الامارات ولا تزال على منهجها، وان كانت انتقلت استوديوهاتها الى السعودية، انما للأسف صوت عبري صهيوني يزعج اي حد.